يلا يلا يا رجاله، اطلعوا خدوا الدش بتاعكم وبعديها نحضر الفطار. اوكي. بعد ما نرجع من بره انا عايزه البيت ده يتنضف على الاخر. يلا يا امام اطلع بسرعه صحي تتنونة. حاضر يا ماما. يلا يلا يا اولاد بسرعه يلا. الو، ازيك يا علاء؟ صباح الخير. كويس قوي انك بتصحى بدري. اصحى بدري ايه؟ انا لسه ما نمتش. انا بصحى الساعه 5 بس العصر. ايه ده، انا وائل الملك جاي حاميه كده ليه؟ هلا ايه حبيبتي، هنا غير المانيا. هنا المصالح الحكوميه بتفتح الساعه 8 وتشتغل على 10 ونص 11، على 12 يكونوا زوغوا. حاضر حاضر هجيلك، بس بصي اعملي لي جردة القهوة سادة. ماشي يا علاء. اوكي مع السلامة. مامي مامي مامي، تتنونة مش موجودة في البيت. مش موجودة في البيت ازاي؟ دور عليها في الحمام. دورت في كل الحمامات اللي في البيت ومش لاقيها. وكمان سبت التلفزيون شغال طول الليل. حاضر حاضر، قلة الذوق دي. ماما نونا انا اسفه. امسكي مني يا اختي صينيه مولعه ايدي، لسه مخرجاها من الفرن. اتفضلي. عامله لكم بقى حته فطيره، انما ايه هتاكلوا صوابعكم وراها. قومي يا تعمه، قومي يا كميلة، قومي يا قطة. ايه يا حمادة انت لسه نايم؟ صباح الخير يا ماما. يا صباح النور يا حبيبي. ايه يا حمادة، ايه يا ابني اللي منومك النومة دي؟ حد ينام على كنبة كده، دي نومة تقطم الوسط. مفيش تلفزيون في أوضة النوم يا ماما، أعمل إيه؟ ما أنا لازم أنام على التلفزيون. آه جات لك فين بس الشحطة دي؟ معلش يا ابني اصبر، كلها كام يوم ونوال هتيجي بنفسها تقول لك تعالى يا حماده ارجع انت ومراتك. ما تجيبيليش سيرتها، انا مش طايقها. ماما نونا جايبه لك فطير معتبر. النبي يا اختي ده انا عاملاه عشانك انت، انا عارفه انك بتحبيه. لا ما هو الاستاذ وداني امبارح محل حلويات وكلت قد كده، وانا مش ناقصه تخن، انا اوريدي بعمل رجيم. ماما نونا طبعا البيت بيتك، انا هدخل انام شويه عشان دماغي هتتفرتك، ولازم افتح المحل الساعه 12. نوم العوافي يا حبيبتي. بس والنبي يا نوس عايزه اقول لك على حاجه. بصي يا اختي، دخلي التلفزيون في اوضه النوم جوه. ها اصل انا شايفه كده يعني ان الصاله رطبه شويه. عينيا يا ماما نونا، عن اذنكم. ماما حبيبي بعتي شويه من عايزه ده. يا حبيبي وحشني وحشني يا حماده يا حبيبي. والله انتوا صعبانين عليا قوي يا اولاد. معقوله مامتكم تجيبكم تضل النار كده؟ طب كنتوا رايحت لكم يوم. ما هو اليوم اللي يضيع من حياه البني ادم يا انكل علاء، يوم ضايع من البشريه كلها. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. انا كنت عملت ريسيرش في المدرسه عن الساعات الضايعه في عمر الانسان، ولقيت لو عاش الانسان 60 سنه بيضيع على الاقل من عمره 45 سنه في حاجات ملهاش لازمه. تخيل حضرتك لو الانسان استثمر كل دقيقه ضايعه في حياته كان هيبقى شكل الدنيا ايه. ما شاء الله، دي حاجه عظيمه جدا. انا اعرف ناس عندهم 60 سنه ضيعوا من عمرهم 60 سنه برضو. وانت امام ساكت ليه؟ لا انا بركز، بس لان النهارده اول يوم في المدرسه. معقوله مامتكم لحقت تنقل لكم اوراقكم للمدرسه هنا؟ انتوا لسه واصلين امبارح بالليل. حصل يا انكل علاء، مامي دخلت على الانترنت وخلصت كل حاجه، اصل المدرسه اللي في مصر نسخه بالظبط زي اللي انا كنت فيها في المانيا. دي حاجه عظيمه جدا. ها جاهزين يا ولاد؟ جاهزين يا ماما. علاء انا قلقانه قوي على ماما نونا. يا ستي ما تقلقيش ما تقلقيش، زمانها عند حماده دلوقتي، يا بتفطروا يا بتحكي له حدوته. اتفضلوا يا رجاله. ايه ده؟ ايه ريحة الشياط دي؟ جاية منين الريحة دي؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا سلوى، يا ام سلوى. صباح الخير يا قمر. ازيك يا سلوى؟ الحمد لله يا قمر. هو انت رايحه للاستاذ ابراهيم النهارده؟ ايوه يا حبيبتي رايحه له، رايحه لابراهيم. بقول لك ايه، شوفي عندكم حاجه كده على البوتاجاز مامتك نسيتها وتتحرق. لا يا قمر مفيش حاجه على النار خالص. اما ريحه الشياط دي جايه منين؟ طب خبطي على الجيران، يمكن عندهم حاجه بتتحرق على النار وناسيينها. حاضر يا ابو. الريحه دي جايه منين؟ مش ناسيه حاجه على البوتاجاز. مين؟ مين؟ ايوه صباح الخير يا استاذ شفيق. صباح الفل يا استاذ عيشة. معلش اصل راحت عليا نومه. هي الساعه تجي لها كام دلوقتي؟ تجي لها 9. يا نهار ابيض، انا كده راحت عليا الحصه الاولى. بقول لك يا استاذ شفيق، انا شم ريحه شياط. انت ناسي حاجه على البوتاجاز؟ يا نهار ابيض، انا ولعت على البراد وسبت. ثانيه واحده استاذ عيشة، ثانيه واحده. الحمد لله والشكر لك يا رب، الحمد لله والشكر لك يا رب، كتر خيرك يا ست عيشة. كويس بقى انها شميت الريحه، كان زمان حصلت مصيبه دلوقتي يا استاذ شفيق. اديكي شفتي بنفسك، ادي حال العازب اللي زي حالاتي. بقول لك يا بنت الناس، انت فهماني وانا فاهمك، ما تريحيني بقى، الله يريح قلبك. طب وانت عايز ايه يا استاذ شفيق؟ عايز اتجوزك على سنه الله ورسوله. جواز؟ ده انا كان ابراهيم لحمه حمراء على كتفي، وكنت عايله لا رحت ولا جيت، وعمري ما فكرت في الجواز. دلوقتي لما بقى ابني راجل مال وهدومه وهيتخرج من الجامعه، اقول يا جواز؟ ده حتى عيب. بص يا بنت الناس، انا اكتر واحد حاسس بيكي وعارف الحمل اللي انت شايلاه، حمل تقيل قوي وشايلاه لوحدك، صعبان عليا قوي. انت طيب قوي يا استاذ شفيق، وصدقني الف واحده تتمناك، بس انا مش لوحدي، انا معايا راجل مال وهدومه. يا ستي والله ابراهيم ابنك راجل وسيد الرجاله كمان، والله انا بحبه زي ابني بالظبط. ربنا يديم المعروف يا استاذ شفيق، ساعات كتير قوي الجيران بيبقوا احسن من الاهل، خلينا جيران احسن. بس انا محتاج لك. طب بصي، لو انت يعني مش قادره تفتح ابنك ابراهيم انا اكلمه. اوعى اوعى تكلم ابني في حاجه زي دي، ده بيحبك وانا عايزاه يفضل يحبك. طب ايه اللي هيزعله مني؟ هو انا طالب حاجه غلط؟ ده طالب اتجوزك على سنه الله ورسوله، يعني شرع الله، حد يرفض شرع الله؟ انا ماليش في الجواز ومش بتاعه جواز. سيبني بقى اروح لابني اللي مرمي في المستشفى، اللي ملوش حد في الدنيا كلها يسال عليه غيري. خلينا جيران احسن يا استاذ شفيق. ايه ده؟ هو نام تاني؟ معلش وخليه يريح جدته، النوم حلو. النبي يا اختي تروحي تجيبي حاجه نغطيه احسن يبرد. طب ما يخش ينام جوه في السرير، انا خلاص قمت. الفا لو قلق دلوقتي هيفضل طول النهار كده، هو ما يعرفش ينام. نوسة عايزه اقول لك ما تزعليش من نوال، انا عارفه ان كلامها كان ناشف. انا مش عارفه هي عملت معايا كده ليه، دي اول مره اشوفها. ايوه اصل علاء اخوها موقع بينها وبين حماده، ماليها يا اختي من ناحيته. طب وانا ذنبي ايه؟ ايه غيرة ستات مع بعض بقى. غيرة ايه بس يا ماما؟ هو انا خدت منها حماده ولا حاجه؟ هقول لك يا اختي، اصل هم وهم صغيرين هي كانت حاطه عينها على حماده، ده تاريخ بقى بعدين هبقى احكيه لك. هي نوال بتشتغل ايه يا ماما؟